ننتظر احنا وياك، راح نشوف منو صاحب الحظ السعيد او صاحبه الحظ السعيد اللي راح يفوز بجهاز او تفوز بجهاز سبلت، جهاز الكهربائي المقدم من وادي الرواشد. وراح نسوي قدامكم هاي القرعه، نروح احنا وياكم الى الجهاز ونسوي القرعه، نشوف الفائز والخسران اثنينهم هنا موجودين بهذا الدورق. وان شاء الله هاي الاسماء مثل ما تشوفون قدامكم راح نسوي هذه حتى شوية تكون شفافية أكثر. وين الكاميرا اللي تدخل؟ هاي هنا، أي هاي الأسماء كلها موجودة هنا، الأسماء كلها موجودة هنا. يلا راح نخلي الدورة قدامكم ونجري القرعة ونشوف من صاحب الحظ. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا حضر اسم وفاز يعني احمد محمد عيدان من بغداد. احمد محمد عيدان من بغداد، الف الف مبروك، فزت ويانا سبلت مقدم من شركه وادي الرواشد، تستلمه بالهنا والعافيه وصيفنا حار، مبروك لك يا احمد.